حياكم الله متابعي المربع نت، مستمرين معاكم في سلسلة التغطيات الرمضانية عن عروض الوكلاء، واليوم حنا عند الأستاذ عبد اللطيف جميل بنتكلم عن العروض، لكن بشكل مبدئي بقول لكم ان العروض عنده على موديلات 2018 و2019 و2020. الخصومات اللي عند لكسس على كل السيارات تقريبا موديلات 18 19 20 مثل ما قلنا. على سبيل المثال لكسس ال اس الهايبرد خصم 35000 ريال، خصم كبير بصراحه. وعلى ال اس الفئه البي بي كما يسمونها، والجي اس برضو موديل 18 عليها خصم 12000. هذا بالنسبه ترى الموديلات 2018، لسه ما دخلنا على موديلات 2019 و2020. طبعا هذه العروض يا جماعة على عدد محدود من السيارات اللي عندهم، ما هو بكثير. مثلا الاي اس في فئتين سي سي وسي اي، كلها موديلات 18. الخصومات واحدة منها 8500 والثانية 8000، هذا خصم على الكاش يا جماعة، هذا خصم من مبلغ السيارة. ومثل ما قلنا الال اس خصم نقصوا لك أكثر من 35000، 35000 بالضبط، 35000 من سعرها ناقص، تأخذها أصفار، صحيح موديل 18 بس أصفار في النهاية، الضمان ماشي عليها وأمورها كلها ماشية. وهذا للكس، هذا الشيخ على قولتهم، خصم 34000 ريال على الديزل موديل 2019. طبعا في هذه الوجهية الجميلة، طبعا فيه منه الديزل وفيه منه البي اي خصم 30000، وفيه الاي دي خصم 20000. عاد مواصفاته معروفه وشكله معروف، وقد سبق وسوينا له تجربه هو للس، كلهم قد جربناهم، وتقدرون تدخلون صفحه المربع نت في اليوتيوب وتبحثون عن مواصفات السيارة، مواصفاتها ما شاء الله كثيرة جدا. طيب خلونا في العرض الحين. الاس فيه الاس دام حنا عندها ما نبي تعدها، الاس مثل ما قلنا فيه 18 عليها عرض، منزلي من سعرها 35000. في موديلات 2019 اللي منزلين من سعرها 10000 و5000 حسب الفئة اللي أنت ماخذها، في فئة الهايبرد وفي الفئة العادية. طبعا الجيب اللكسز اللي هو الالكس موجود حتى في موديل 20، في موديل 20 يوصل أعلى خصم عليه أقل من سعره ب20000 ريال، وفي فئة من الفئات 10000 والآر سي، الأصلي اللي هي الكوبيه موديل 20 عليها خصم 5000، والال سي موديل 18 الناس اللي يحبون سبورت هذه عليها خصم 20000 ريال. هذه بالنسبة للسيارات السبورت. حتى الجيوب الصغيرة الان اكس عندهم على موديل 20 خصم 2000 ريال. هذا كله عروض رمضانية تقدمها لكسس. الان اكس سيارة جميلة صغيرة تصلح البنات والشباب. وهذا الجي اكس، الجي اكس موديل 20 عليه عرض خصم 5000. خلونا نصور لكم من هنا، خصم 5000 ريال من قيمة الجي اكس على فئة الاي اي والاي بي والبي بي. طبعا المواصفات ما شاء الله حدث ولا حرج، مكينته 460 8 سلندر، شاشات داخلية حمراء وشاشة أمامية أكيد، وهيدروليك أكيد بما أنه من سيارات لكسس. عدة مواصفات كثيرة، وأمور التعقيم ما شاء الله تبارك الله بفرع لكسس، لو تلاحظون الباب الرئيسي مقفل، مخلين المبنى هذا الضخم كامل مالك إلا باب الصيانة. ليش؟ عشان يفحصون كل العملاء اللي يدخلون ويعطونهم ماسكات ويعطونهم غلافز، وهذه خلنا نقول الاحتياطات السليمة للمخالطة عند الضرورة.
وهذا كله يا جماعة إذا بغيت تستفسر عن العرض هذا تقدر تتواصل مع الكونسيرج، بنحط لكم رقمه، تتواصل معهم وتطلب السيارة اللي أنت بها وتشوف إذا هي موجودة أو لا، لأن مثل ما قلت لكم العرض فقط على كمية محدودة، يعني ما عندهم موديلات 2018 يمكن إلا عدد محدود من السيارات، و2019 برضو حتى 2020. فنتمنى منكم اللي مهتم في أحد هالسيارات هذولي يتواصل معنا أو يتواصل مع رقم الكونسيرج ويطلب السيارة اللي يبيها ويشوف كم الخصم اللي عليها وهل في إمكانية يأخذها ولا لا، ممكن تكون أنها راحت. عرض بنك الراجحي على جميع موديلات 2020 50% دفعة أولى و 50% بعد سنتين بدون هامش ربح. هذا العرض يا جماعة يسري عليه ضمان اللي هو 4 سنوات أو 100,000 كيلومتر بغض النظر عن الموديل، سواء خذيت موديل 2020 موديل السنة أو موديل 18، أنت في النهاية من تاريخ شرائك يبدأ ضمان 4 سنوات أو مثل ما قلنا 100,000 كيلو. وصيانة لكسز وضمان لكسز حدث ولا حرج ما شاء الله. الخدمات فقط اللي يسوونها للضمان وللتعامل مع قسم الصيانة خدمات كثير ما شاء الله، وأحدها هو الكونسيرج. طبعا الجلسة هذه كانت أقرب، لكن مع ظروف جائحة كورونا فمتخذين تدابير واحتياطات كثير، من ضمنها الفحص اللي على الباب. قبل أن نطلع خلونا نصور لكم هذا فحص الباب وهذا العامل أيسر، وهذه كانت العروض الرمضانية لدى لكسز عبد اللطيف جميل. انتظرونا في تغطيات ثانية عند وكلاء ثانيين، بنستمر معاكم في السلسلة الرمضانية. شكرا لكم.